عند المرأة الروبية، عند المرأة الجنسية كانت الدبدة، عند المرأة الفدكة كانت اللي هي بنقول عليها الصافة. ايه الفرق بين الحلية دي؟ الحلية دي نقول ان هي موجودة اصلا، انها موجودة من ايام الفراعنة. وجدوا ان مرات الملك او الملكة زوجة الملك خوفو كانت تمتلك حلية ملاصقة للرقبة بالظبط تشبه الحلية اللي هي عندنا اللي هي الدبدة والصافة. طيب هنقول الدبدة دي كانت موجودة عندنا عند المرأة الجنسية وعند المرأة الفدكة، وكانت عند العرب والعلاجات، وبرضو وجدوا ان هي كانت زوجة الملك خوفو كاب، وجدوا ان هي كانت بترتدي حلية على الرقبة تشبه الصافة. صافة صافة تشبه الصافة بتاعتنا كانوا بيه. في اختلاف في الشكل بين الدبدة عند الكنوز والصافة عند الفاتيكان، اختلاف بسيط مع ان هما يعني الاثنين نفس الاستخدام ونفس الاختلاف، بس في عدد الشعيرة اللي هي موجودة. يعني مثلا دي الدبدة بتاعت المرأة الجنسية كانت بتتكون من 4 صفوف من الشعيرة وقصادهم، وبعدين واحدة من الصناديق المربعة دي والحبوب الأونكس دي أو طرز الأونكس، وبعدين صندوق، وبعدين 4 شعيرة كانت بتتكون من 16 شعيرة. هنيجي نلاحظ بقى الصافة عند المرأة الفدكة كانت بتتكون من حوالي 9 صناديق. 9 صناديق وإيه اللي هما المربعين دول؟ كانوا 3 في النص، بعدين 2 خرز من الأونكس، بعدين 3 صناديق. هو ده الاختلاف ما بين الدبدة والصافة. تمام؟ بس هو ده الاختلاف. ودي الصورة اللي توضح إن الملكة كانت بتلبس حلي شبه الحلي اللي هي الصافة والدبدة. الصورة دي مع حضراتكم الملكة اللي ارتدت ده يبين ان اصول يعني اصل الحلي يرجع للاصول الفرعونية القديمة. تمام؟